الآن مشاهدي راح نروح لفقرة مين ستايلينج، واليوم بتكون معنا مايا سركيس وراح يكون لنا حديث عن أهم القطع اللي لازم تكون في خزانة كل رجل لموسم الشتاء. صباح الخير مايا، واهلا وسهلا، حياك الله منورتنا. مايا، لما نتكلم عن الازياء الرجاليه وبهذا الوقت تحديدا، نتكلم عن المعاطف، نتكلم عن يعني الملابس الشتويه، ف وايضا الصوف، فمن وين تحبين انه نبتدي انه لازم هذه القطع تكون موجوده عند كل رجل؟ اوكي هاني، سو اليوم انا كيف استوحيت احكي عن هالموضوع؟ لانه كثير ناس اجت سالتني، انا مثلا هلا مسافر على بلد كثير حيكون في برد، ما عارف شو بدي ادب بالشنطه، شو الاشياء يلي لازم اخذها معي وراح استعملها كثير وراح تعطيني الدفى؟ لانه بتعرف اذا رايحين على بلد كثير برد، صحيح، اصلا تياب الشتا كثير بياخذوا سبيس بالشنطه، فعلا، فلازم نكون كثير حريصين نقل القصص الاساسيه واللي راح تدفينا. نعم، سو راح بلش بالجاكيت. اول جاكيت اللي انا كثير بحبها هي للشباب والبنات هي البافر جاكيت، يعني هي هيدي تكون قماشتها اذا بتشوف شوي منفوخه، نعم، مبطنه، مبطنه، في منهم بتكون اكثر مبطنه وبتعطي فوليوم، في منهم منفوخه تكون رقيقه، بس شو حلو بهالجاكيت غير انها بتدفي كثير، بس ضبها شوف يعني اذا هيك بتجعلكها، ايوه، ما بتاخذ كثير مساحه، ما تاخذ مساحه، يعني كثير بتضب على بعضها وبنفس الوقت كثير بتدفي، يعني فيها حتى هلا بلا التعليقه تصير هي هالقد قد، تبي نشيل التعليقه ون، لا خلص فسرنا. هاي الجاكيت كثير بتستعمل، انا بنصح دائما نجيب جاكيتس يكونوا لونين كثير اساسيين، الاسود والبيج، لانه بيلبقوا على اولموست كل بدك تقيسها هاي. لا 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 مو مقاسي يعني، بس قاعد اشوف يعني، لانه فعلا مساله المساحه مهمة جدا، اساسية، لانه كثير اوقات اوكي كثير بدي اخذ اشياء بدي ادفى، بس الشنطة ما بقت ساعة وكثير صارت ثقيلة، شوف قد ايه فيها تصغر، يعني ماشي صارت هالقد، فيك تحطها حتى بباج اذا حامل باج. ممتاز، وحقيقة حلو انه النفخة بسيطة، والدايموند هذا يعني معطيها، هلا اكيد في كثير الوان، يمكن عم يقطع الصور، فيها تكون بكثير الوان حتى فاقعة، يعني عم نشوف كنا شفنا عليتلي بال فاشن شوز الوان، شوف مثلا هيدي اول وحده زرقاء، هي على فكره مثل الدنم بس كمان بافي، صار كثير بتدفى. طيب خلينا نشوف ثاني قطعه، ثاني قطعه هي اللي بنعرفها اللي هي بقول مثل الوول او مثل الصوف، صوف. هلا هي هاي هيك بتكون قماشتها، هلا طبعا فيها بتجي بكذا طول، يعني نحن عم نشوف بالصور فيكون مونتو كثير طويل، فيكون جاكيت قصير، هاي الجاكيت في الطويل والمتوسط والقصير، صح، هلا انا هيدا هاي الجاكيت بلاقيها بتدفي قد البافر يمكن، بس البافر ما بتنلبس دائما، يعني اذا رايحين بالليل نتعشى هيدي مناسبه اكثر، او اذا رايحين على شيء خاصه بالعمل كمان أكثر، يعني انه تميل انها شوي رسميه اكثر وشيك اكثر، صح. ممتاز. ثالث جاكيت هي بقى تادي كوت، ليه اسمها تادي كوت؟ لانه هي شكلها مثل التادي بير، يعني شوف هلا هي بتفكرها هي فرو، بس هي معموله من فرو منه طبيعي، لكل اللي هن فرو صناعي، الفرو الطبيعي، هيدي الحلو فيها وكثير بتعطي هذا لوك الكوزي. لا بس انت الحين حتى المايك دفى معك شوي، بس سوري كثير تاثرت هيك، كثير كوزي الجاكيت. فعلا هذا يدفي وخفيف بنفس الوقت، صح، خفيف كثير، بس هذا ما يعطي احيانا شوي يعني، طبعا هو اذا بدنا نحكي عن شكل الجسم يعني منه هيدا بيرفكت، لا بس كهيك الدفى وشكل كثير حلو. طيب مايا مثلا احنا قاعد نشوف مثلا الياقات كبيره هذه اللي هنا، فهل ينصح انه نلبس عليها ايضا مثلا شيء صوف او طبعا يعني هلا انا عندي هالكنزه هيك شو بتطلع بيرفكت تحتها، حتى فينا نحط هاينك، هاينك كمان بتطلع كثير حلوه تحت هيك شيء، فعلا، سو هيدي كان بحكي عنها الكنزه اللي هي اسمها كيبل نت، يعني شوف كيف محبوكه بطريقه مثل مثل الكيبل، فهيدي كمان كثير اساسيه وكثير بتدفي وفيها تكون هاينك، مش ضروري تكون بس فعلا هيك. طيب مساله القميص اللي تحت هذا رائج هذا ولا انتهى ولا كان هيدا بدي اقوله هاني، انه كثير فينا تو لاير، هيدا الحلو بالشتاء، طبقات طبقات، اذا حطينا تحتها شيرت قميص، بس القميص بتجي فليس، ما بعرف اذا عرفتها، يعني بتكون هي ناعمه خفيفه رقيقه رقيقه، بس بتكون معموله هيك مثل الصوف كمان، أيوة. كثير بتدفي بتعطينا ستايل، فيها تكون مثلا معرقه مش بوان كولر، هيك بتعطي ستايل كمان، نعم. بالنسبه للالوان احنا نشوف
أو قبل أن أنتقل للألوان، في مسألة مهمة اللي هي الطبقات. كثير من الناس يعتقد أنه كل ما كدس كل ما دفى أكثر. كيف يقدر يتعامل مع هذه المسألة؟ أقول لك أنا شو بنصح. نعم. حلو الليرينج، هو كستايل، هو ستايل يعني، بس نعم. اخر شيء بتصير هالقد، عرفت؟ نعم. بتطلع انه لا شكلي ما خارج ينضحك. نعم. مشان هيك كثير اساسي نشتري ثيرمال. ثيرمال هو ما بعرف اذا عم يقطع الصور. هي بتكون كثير رقيقه مثل نعم. مثل التيشيرت، بتكون كم طويل او قصير. نعم. نعم. بتكون محبوكه ب بكذا ماتيريال مثل الاكريليك، نايلون، اللي هن قماشات كثير بدفوا. نعم. فبنحطها تحت ثيابنا كثير رقيقه، ما بتعطي سماكه، وفيها تكون هي توب وبنطلون يعني اذا بدنا نتدفى بعد. نعم نعم. ثيرمال كثير اساسي وبيستعملوه كل الناس اللي بتسلقوا، لانه بيكون الحراره كثير مرتفعه، كثير سوري منخفضه، فبتعطي كثير دفى. فهيدي الثيرمال اساسيه بالسفر على اذا ببلد بارد. مساله الالوان، احنا دائما نشوف انه الشتاء دائما يعني الناس تتجه للالوان الغامقه، البني، الاسود، هل لا زال هذا الموضوع يعني رائج هذا الموسم؟ هلا اذا بنروح بنشوف بالسوق كثير في الوان، يعني ما بقى بس انه لازم غامق بالشتاء، يعني اذا بتشوف هيدا مثلا اوف وايت كثير حلوه، وانا بفضل دائما يعني نضل نلبس الوان فاتحه حتى لو شتاء. اهم شيء يكون بدفي ويكون عنده طابع شتوي. نعم. بس كالوان الالوان هلا كلها رائجه، وما ضروري نلتزم بس بالغوامق. نعم. تفضلي. هلا بدي انتقل بعد ما حكينا عن التياب، الشوز. شو اهم شوز لازم ناخذهم معنا بالسفره؟ اول شيء رح احكي عن مثل الاج، يعني ما بعرف اذا هان شي مره لبست هيك شيء، بس هيدا يعني بصراحه يحتاج انه مكان فيه ثلج، بس هو هيدا منه معمول للثلج، لانه الماشي هاي اذا شتت او ثلجت بينتزع. نعم. هيدا معمول لطقس مشمس مثلا، بس كثير في برد، حراره كثير منخفضه. ايوه. ليه؟ لانه ليك شو في بقلبه، فرو. هيدا يمكن من اكثر الشوز اللي بحبه، لانه كثير بدفي. بدفي نعم. وكثير ستايلش يعني. لا لا منه كثير الوان كمان، مش بس هلا. ممتاز. وفي ايضا نوع ثاني بعد. ايه هلا هيدا كمان نوع ثاني، هيدا يعني منه كثير معمول ليدفي، بس كمان لانه ماتيريال سويد حلو كثير للشتاء، وبوتس فبيحمي انه واحد يعني البوت بشكل عام يعني يلبس فيه بالشتاء. ثالث بوت حاحكي عنه هو الستامبر بوت. ايوه. هيدا بيرفكت وقت تكون عم تشتي او عم تتلج، لانه ليك كعبه شو عريض، ولو شو ما صار يعني دائما نو واي يوصل على يعني مساله الكعب، كل ما يعلى كل ما كانت ادفل الرجل. ها هو كمان هيدا الكعب بالذات، الكعب هذا تحديدا هيدا بيكون اكثر بيحمي وما بفوت ابدا على الشوز. نعم. طيب مسألة الألوان بهذا الموسم لاحظنا فيه ألوان فاقعة، الموضوع خلص يعني مثل ما كنت عم أقول إنه كتير في ألوان. هلا طبعا أكثر حنشوف غوامق أو يمكن ألوان مور نيوترال، يعني هول كتير حنشوفهم اللونين، وأنا بحبذهم لأنه كمان يعني حتى لو فاتح بس نعم طابع هيك بيعطي طابع إنه دفء. شكرا لك يا مايا. عندك كلمة أخيرة؟ بس بدي أقول بعد شغلة، قولي تاخذوا معكم دايما، خذي راحتك بس بينا شوي المايك لو سمحتي، بس خذوا معكم بليز دايما هات، لأنه لازم هذه ضرورية، هي كثير بتدفي وما بيوصل على راسك برد. نعم. وثاني آخر شغلة هي الشال، لأنه دايما هذا شال مش سكارف يعني ولا سكارف؟ شال هو سكارف، ما بعرف أنتم شو بتسموه. لا يعني أقصد إنه يمكن شال أوسع يجي أكبر. هو بيجي صوف. نعم. وكبير صار فيك تلفه كذا لاير. أيوة. فكتير بيحمي من البرد. والله ممتاز، هذا صوف ورائع. صوف صوف. طيب شكراً والله يدفي ما شاء الله. دفي ما شاء الله. طيب إحنا راح نأخذ لفة على السوق ونرجع لك إن شاء الله. ماشي.